هذا البرنامج برعاية مساء الخير والأمل والتفاؤل. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من لقمة هنية. النهاردة هعمل حاجات ببواقي الأكل زي ما احنا متفقين. النهاردة هعمل فتة من الفراخ، من بواقي الفراخ اللي عملناها قبل كده. هعمل كمان كفتة بتنجان مختلفة، متأكد ان انتم ما عملتوهاش قبل كده، هتعجبكم جدا. كمان في نفس الوقت هعمل عيش مسلوق. اتمنى الوصفات بتاعت النهارده تعجبكم. عايزكم تتابعونا، احنا دلوقتي معاكم على الهواء مباشره ولمده ساعه من دلوقتي. تابعونا على الارقام الهاتفيه اللي هتظهر على الشاشه وعلى صفحه الفيسبوك بتاعتنا لقمه هنيه. هستناكم بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. زي ما اتفقنا كده النهاردة هنعمل أكل استخدمنا فيه بواقي الأكل اللي احنا عملناه طول الأسبوع. الأسبوع ده لو انتوا فاكرين احنا عملنا فراخ مشوية، فاحنا خدنا من بواقي الفراخ دي وهنعمل فتة. في نفس الوقت عملنا مسقعة، فهناخد من البتنجان اللي كان متبقي عندنا وهنعمل كفتة بتنجان خطيرة. نفس الوقت كمان كان متبقي عندنا دقيق من الحلقة اللي عملنا فيها فراخ مقلية، الدقيق ده هنستخدمه وهنعمل عيش مسلوق. عيش مسلوق ازاي او ايه اللي هيحصل؟ هنتابع النهارده وهنشوف ايه اللي هيحصل بالظبط. الوصفه دي حلوه جدا، ما اعتقدش ان انتوا جربتوها قبل كده، اتمنى ان هي تعجبكم. خليني دلوقتي اقول لكم على المقادير بتاعت اول وصفه اللي هي فتت بواقي الفراخ، وبعدين نخش على الطبخ بتاعها على طول. يلا بينا. بواقي فراخ متفصصه، معلقتين زيت، فصين ثوم مفرومين، معلقه حبه البركه، انا بحب طعم حبه البركه جدا. العيش بتاع الفته هيبقى بواقي عيش بلدي موجود عندنا وهنقطعه. نفس الوقت معلقة زعتر، معلقتين زيت، ملح وفلفل عشان ده هيتشوي في الفرن. الرز معلقتين زيت، كوباية رز، كوبايتين رز، ملح وفلفل، كوبايتين مرقة. هعمل بقى صوص خطير قوي. الصوص ده معمول من الليمون المعصفر. أنا بحاول أعمل إيه؟ أنا بحاول أستخدم المكونات اللي أنا بحبها أو اللي الناس اللي هتاكل معايا بيحبوها، وحاول أدخلها في الأكل المعتاد. فأنا النهاردة هعمل صلصة بتاعت فتة، عايز أدخل فيها طعم أنا بحبه، علشان كده هدخل الليمون المعصفر في الطعم بتاع صوص الفتة. تعالوا نشوف المقادير بتاعته إيه. معلقة زيت، معلقتين بيوري طماطم، بصلة مفرومة، 2 كوباية طماطم متقشرة ومتقطعة مكعبات، معلقة عسل، كوباية ليمون معصفر مخلي من البذر. مهم قوي الموضوع ده، الليمون المعصفر لما نيجي نستخدمه سواء هناكله أو هنحطه على حاجة خلينا نشيل البذر، لأن البذر بيدي مرارة كده معينة، إحنا مش عايزين المرارة دي خالص، فإحنا نشيل البذر. في نفس الوقت لو في سنة مرارة بنحط عسل، العسل عسل النحل لما بيتحط على أكل بيقلل الإحساس بالمرارة، فإحنا عشان كده هنزود معلقة عسل على الصوص ده. أنا متأكد إن هو هيعجبكم جدا. يلا بينا نبتدي في الطبخ. طيب احنا معانا استاذة مها من القاهرة، اتفضلي يا استاذة مها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضرتك. اولا انا برحب بيك ومنور قناة النهار. اهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم. عايز اقول لك ان انت بتعمل حاجات مش مكلفة وسهلة، وبجد احنا كنا محتاجين لحاجة زي كده، ويعني مش عايزه اقول لك اكتر ان احنا مبسوطين جدا ان انت بنشوفك كل يوم. الحمد لله، شكرا لحضرتك. طب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. انت عارفه ان احنا حتى واحنا بنعمل اكل مش مكلف ده مش بس علشان احنا مش مقتدرين ماديا مثلا لو احنا في البيت، بالعكس المفروض ان ده يكون سلوك عام، ان الانسان دايما يحاول ان هو يوفر في الموارد، يعني ما نجيبش حاجات تبوظ، لو عندنا بواقي اكل نستخدمها في اعاده الطبخ، لان اهدار الاكل ده سلوك مش جيد. اكيد طبعا، وانا مبسوطه جدا بحاجه زي كده، وكنا محتاجين للتجديد بجد. يعني حضرتك نورتينا جدا يا استاذه مها بجد فعلا. أكيد. ربنا يخليك وربنا يوفقك ان شاء الله. يا رب يا رب. استاذه هلا ولا هنا؟ استاذه هنا. طيب اهلا وسهلا يا استاذه هنا، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله زي الفل. ايه اخبارك؟ الحمد لله. عايز اسالك لو سمحت عن سجق الخروف، عامله ازاي؟ سجق الخروف، انت بتسالي على لحمه الخروف
ولا تسألي على الممبار بتاع الخروف؟ ايوه الممبار بتاع الخروف. تمام، انت عايزه تحشي الممبار ده لحمه مفرومه ولا عايزه تحشيه رز؟ لا احشي رز. هتحشيه رز، يعني انت عايزه تعملي ممبار من ممبار ضاني. بس دلوقتي بعد اذنك يعني. لا مش سامعك. بعد اذنك تقولي عليه دلوقتي. لا مش سامعك برضه. هقول لك حالا على الطريق. سمعتك معلش. طيب بصي يا ستي، احنا اي ممبار بنحتاج ان احنا نعمله، انا بس قبل ما اقول لك الطريقه، انا حطيت الزيت على النار وبعدين حطيت الرز. الرز عشان يطلع مفلفل وكويس لازم يتحمص شويه الاول، وبعد كده نحط عليه الميه، هتبله بالملح والفلفل وهقول لك على الطريقه حالا. بصي يا ستي، اهم حاجه في الممبار هي التخديعه، او الرز بتاع الممبار ان هو يكون متسبك كويس. خلينا نقول متسبك دي اسهل، ان هو يكون متسبك. التسبيكه دي هي اللي بتفضل، هو ده الطعم اللي بيستمر بعد ما الممبار يتسلق وبعد كده يطلع من النار وبعد كده يتحمر. طب انا عايزك تعملي ايه؟ عايزك تعملي رز شبه اللي انا بعمله دلوقتي. عايزك تحمصي الرز الاول، وبعد ما يتحمص طلعيه من على النار. حطي على الرز ده بيوريه طماطم وطماطمايه مفرومه، حطي شبت وبقدونس وكزبره، بس قللي الشبت والبقدونس والكزبره علشان الطعم بتاعهم ما يغطيش على باقي الاطعمه اللي موجوده. عايزك تحطي كمان رشه قرفه صغيره، وتحطي رشه سكر مع الملح، يعني هتحطي ملح وفلفل وقرفه وسكر. القرفه انا بحبها جدا مع اللحمه الضاني، لان انا بحس ان هي بتدي كده طعم منسجم، طعم متناغم. بعد كده يعني هتخلطي ده كله مع بعض وتبتدي انت تحشي الممبار. بعد ما تحشي الممبار هيتسلق لمدة تلت ساعة، بعد كده يطلع من النار تنشفيه كويس الأول. دي نقطة مهمة جدا، لو عايزة الممبار يطلع مقرمش لازم يتنشف بمنديل كويس جدا قبل ما ينزل في الزيت. ليه بقى؟ علشان لو انت نشفتيه كويس ونزل في الزيت هيتحمر من بره. لو كان جلد الممبار طري وحطيتيه في الزيت مش هيتحمر خالص. حضرتك لسه معانا؟ طيب خلاص معلش. طيب أنا دلوقتي هجيب مية علشان اعمل الرز. لا هنحط شوربه وده هيبقى افضل. انا كده عملت ايه؟ حمصت الرز في الزيت، بعد كده حطيت شوربه الفراخ، كميه الشوربه كلها. بصوا بقى، انا ما حطيتش هنا اي نوع من انواع الثوم ولا البصل ولا اي حاجه. ليه عملت كده؟ لان لسه الطعم كله هيجي في الصوص، فانا مش محتاج ان انا دلوقتي ازود الطعم في الرز. خلوا الرز زي ما هو، خلوا الطعم يجي من الصوص. هغطي عليه لغايه ما يتشرب. طيب على ما يتشرب انا ايه اللي هعمله دلوقتي؟ انا عايز اعمل حاجتين، عايز اعمل الصوص وعايز ادي الطعم الحلو بتاع الفراخ. الفراخ دي هي متبقيه من الوصفه اللي احنا عملناها بتاعت الفراخ المشويه، انا عايز ازود الطعم بتاعها، فهعمل ايه عشان ازود الطعم بتاعها؟ هولع النار وهجيب طاسه واسعه. الطاسه دي هشوح فيها بواقي الفراخ، انا كده هعيد احياء الفراخ مره تانية. هشوح فيها الفراخ المتفصصه مع زيت وتوم وحبه البركه. تخيلوا الاطعمه دي مع بعض هتبقى عامله ازاي. استاذه فاتن من الجيزه، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضلي. انا بحب حضرتك جدا وكنت عايزه ابارك حضرتك على البرنامج. الله يبارك فيكي، تسلمي. انت منين؟ من القاهره؟ انا من الجيزه. من الجيزه، اهلا وسهلا بحضرتك. انا عايزه اقول لحضرتك ان الاسره عندنا كلها يعني بتبارك لحضرتك على البرنامج، وان احنا مبسوطين جدا، احنا بنتابعك من زمان. تسلمي، سلميهم عليهم كلهم. انا يا حاضر، ربنا يخليكي. ان شاء الله يكون برنامج كويس جدا والناس كلها تحبك، اصلا الناس كلها تحبك من غير اي حاجه. ربنا يخليكي يا رب. قولي لي انت بتحبي اي نوع من انواع الاكل؟ هو انا بحب المشويات اكتر. المشويات يعني بفضلها جدا. حلو جدا. هنعمل لك حلقات في ايام الجمعه هتبقى بتقدم اكل صحي، هيبقى فيها مشويات حلوه جدا بشكل مبتكر شويه مختلف شويه، هتعجبك جدا انا متاكد. تابعينا. عينيا. حاضر. اي حاجه حضرتك بتقدمها بتبقى جميله جدا. ربنا يخليكي، ميرسي، تسلمي. طيب انا دلوقتي حطيت طاسه على النار، الطاسه دي بتسخن. الطاسه دي انا هعيد فيها احياء بواقي الفراخ، فهعمل ايه؟ هحط فيها زيت. عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، ان علشان نقدر نستخدم بواقي الاكل في الطبخ
احنا محتاجين برضو نحافظ على صحتنا، فمحتاجين ان احنا نحفظ الاكل بشكل كويس علشان نقدر نستخدمه بعد يوم او يومين او ثلاثة. فمثلا لو انا عندي فراخ والفراخ دي مشوية وانا عايز احفظها، خلونا اقول لكم على حاجة. قبل ما نقعد على السفرة احنا نشوف احنا عندنا كام فرد، ونقطع من الفرخة المشوية. لو احنا عندنا فرخة مشوية مثلا هنقطع منها على قد عدد الافراد، الباقي ده مش عايزينه يطلع على السفرة بره علشان ما نحطش ايدينا عليه والمعلقة اللي بناكل بيها الرز مثلا تيجي عليه، فده هيخليه يبوظ بسرعة. بعد كده هتتحط في طبق وهتتغلف، عندنا ستريتش في البيت او عندنا كيس نايلون او عندنا علبة في البيت بتتقفل وتتحط في التلاجة، ده هيسمح ان هي تقعد في التلاجة فترة اطول من غير ما تبوظ. كل نوع بقى من انواع الاكل واحنا شغالين كده هقول لحضراتكم ازاي ان انتوا تحافظوا عليه من غير ما يبوظ عشان تستخدموه في طبخة تانية زي ما احنا بنعمل النهاردة كده. انا سخنت الزيت، دلوقتي هجيب الفراخ هناك كمان، هجيب الثوم وحبة البركة، وهروح لا ممكن تانية ربع. أستاذة أم غادة أهلا وسهلا بحضرتك. ألو تاني يا ربع مش سامع. أستاذة رحمة تمام يا أستاذة. ألو. رحمة ازيك عاملة ايه؟ أهلا ازيك يا أستاذ شريف، أخبارك ايه؟ ازيك يا ابني، مبروك على البرنامج يا حبيبي. الله يبارك فيك يا أمي، عاملة ايه؟ ربنا يخليك يا ابني ويوفقك يعني. يا رب يا رب، اخبارك ايه؟ والله يخليك يا حبيبي. بس انا يعني بقول لاسره البرنامج كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. وببعت تحيه لحد بعزه يعني زي ولادي، وبقول له ربنا يوفقك في المكان الجديد علاء الشربيني طبعا ورهام سعيد، وبقول لهم ربنا يوفقكم ويسعدكم زي ما اسعدتونا يا رب السنين اللي عدت كلها يا رب. اللهم امين، ربنا يوفقهم. وانت يا ابني يا حبيبي يوفقك، واحنا يعني طبعا يعني ابننا علاء وكنا متعودين عليه وبنفتح التلفزيون الشيف علاء الشربيني عمل، انت ابننا برضو، انت ابننا وحبيبنا، ربنا يخليك يا رب. واي شاب يكون واقف على بيشتغل وشغله حلوه شريفه احنا بنحبه ونقدره ونحترمه. انا مبسوط جدا من تليفون حضرتك، بس ما ننساش برضو علاء اسعدنا كتير خالص. بالعكس، انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. الشيف علاء في فتره ما غير صوره الشيفات في مصر، كان دايما احنا في ذهننا شكل معين كده للشيفات. الشيف علاء عمل طفره وقعد 7-8 سنين بيغير في صوره الشيفات، خلى شكل الشيف افضل من الشكل اللي كان في اذهاننا من قبل كده. انا شخصيا بحب اشكره جدا واقدم له كل الشكر واتمنى له كل التوفيق في الفتره الجايه دي. واستاذه ريهام سعيد كمان. يا حاجه حوريه ازي حضرتك، انا بشوح الفراخ دلوقتي. الو ايوه حاجه حوريه ازي حضرتك. شيف شريف ايوه ازي حضرتك. الله يسلمك، ازي حضرتك ومبروك على البرنامج. الله يبارك فيك يا رب، يوفقك ربنا يوفقك كده وتوصل لاعلى المراتب ان شاء الله. يا رب يا رب، تسلمي. قولي لي حاجه حوريه، بتحبي ايه في الاكل؟ انا عايزه وحياتك تتبيله الريش الضاني. تتبيله الريش ضاني ولا بتلو؟ لا ضاني. ضاني هتشويها ولا هتحطيها في الفرن؟ زي ما انت يعني الاسهل. هقول لك على حاجه مهمه قوي، لما نيجي نشوي حاجه بلاش نحط عليها حاجات تتحرق. يعني مثلا لو انا هشوي حته ريشه بلاش ان انا احط عليها مثلا بصل مبشور او بصل جوليان، لا خليني احط عليها بصل باودر. بس لو هسويها في الفرن خليني احط عليها بصل مبشور او بصل جوليان. فلو مثلا انت هتشويها انا انصح حضرتك بحاجات هيليق طعمها قوي مع الضاني. انصح حضرتك في البدايه بملح وفلفل، انصح حضرتك برشه قرفه زي ما كنت بقول من شويه، ممكن تحطي معلقه صغيره قوي من بيوريه طماطم في التتبيله دي، حطي كمان بصل باودر، بصل بودره، هيبقى حلو جدا وهيبقى مناسب جدا وطعمه هيبقى خطير. عايز اقول لك على حاجه ثانيه مهمه قوي يمكن تستغربيها شويه، لما بنزود التوابل على الاكل ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الاطعمه بتلخبط بعض. يعني ايه؟ يعني مثلا انا دلوقتي عندي ريش هشويها في الفرن، حطيت عليها بابريكا وجوز الطيب وفلفل اسود وحبهان وورق لورا، في النهايه ما تبقيش حاسه بطعم حاجه لان الاطعمه كلها دخلت على بعض وعملت زحمه في بقي وعملت زحمه في دماغي، فانا مش فاهم ايه الطعم اللي باين. فانا بنصح حضرتك برضو ان لما نيجي نتبل خلينا نستخدم 2-3 توابل بالكتير قوي هنحطهم على الاكله عشان نحس بطعمها، لان في النهايه الريش دي جزء طعمه حلو قوي، فاحنا عايزين نحافظ على طعمه مش عايزين الطعم بتاعه يضيع. فزي ما قلت لحضرتك كده هتحطي ملح وفلفل، هتحطي رشه قرفه، وهتحطي معلقه بيوريه طماطم صغيره،
هتلاقي طعم الريش خطير وبصل باودر. أستاذة منال أنا دلوقتي بعمل إيه يا أستاذة منال؟ أنا بقلب البصل عشان أعمل الصوص. اتفضلي يا أستاذة منال. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك، إزي حضرتك؟ الحمد لله بخير، إزي حضرتك؟ اتفضلي. ألف مبروك للبرنامج. الله يبارك فيك يا رب. والله إحنا سعداء قوي إن برنامج حضرتك. أنا أسعد إن أنا مع حضراتكم والله. الله يخليك. اتفضلي يا فندم. كنت عايز أستأذنك، عايزة طريقة للزنددوني. لا ممكن تقولي مرة ثانية؟ عايزة طريقة حلوة للزنددوني. طريقة حلوة لل؟ زنددوني. انا مش سامع يا ربا. زند داني. تمام. بصي هقول لك على حاجه، انا اكتر طريقه بحبها للزند الداني، الزند يا جماعه هو هي كتف الداني. الزند ده قطعه لحم حلو قوي بس بتاخد شويه سوى. فنعمل ايه؟ انا بس الاول هقلب الفراخ. خلاص الفراخ كده اتشوحت في زيت قليل، واخدين بالكم الطاسه تحت ما فيهاش اي نوع من انواع الزيت. تمام، هحط بس عليها حبه البركه واقول لكم هنعمل ايه دلوقتي حالا. طيب الزند الداني هو بياخد شويه وقت في التسويه، فانا علشان اطلع طعمه حلو بستخدم طريقتين في التسويه. الطريقه الاولانيه ان انا بشوحه او بفرده كويس واحطه في الفرن يتحمص سنه، هو مش هيستوي في الفرن بالكامل، بحمصه سنه في الفرن وبعد كده اطلعه من الفرن احطه في طاجن لو هو متقطع، لو مش متقطع في نفس صينيه الفرن بحط له سائل، لازم احط له شويه ميه او شويه شوربه مع شويه بصل متشوح مع شويه طماطم بيوريه وبعد سوري. تمام، ليه بنحط ميه؟ عشان بس شفيق في الكنترول بيسال لي، احنا هنحط ميه علشان الميه دي هتطلع بخار هيسوي الكتف، لو احنا فضلنا نشويه زي ما هو كده صعب يستوي. فزي ما بقول لحضرتك الاول هتدخليه الفرن بعد ما تتبليه بالملح والفلفل، هيتشوي شويه من فوق بس لسه ما استواش، هتطلعيه من الفرن في نفس الصاج بتاع الفرن، هتحطي شويه ميه وهتحطي بقى تتبيله بتاعتك، بصل، طماطم مبشوره، ملح وفلفل تاني، حبهان مثلا مطحون، وبعدين تقفلي عليه بفويل وتحطيه في الفرن لمده ساعه ونص كمان بعد النص ساعه اللي قعدها لوحده، هيطلع مهلبيه. طيب انا دلوقتي بعمل الصلصه، قلبت اول حاجه عملتها حطيت الزيت، قلبت البصل، حطيت بيوريه طماطم، وزي ما بنقول دايما بنحط بيوريه طماطم قبل ما بنحط اي حاجه تانيه. انا دلوقتي ماكيش دعوه يا رب، انا دلوقتي بحط الطماطم المكعبات. طيب بعد ما حطيت طماطم المكعبات مش هسيبها وقت طويل على النار تاني يا رب. استاذ رضوى من القاهره، انا حطيت دلوقتي الليمون المعصفر. استاذ رضوى اهلا وسهلا بحضرتك. ايوه اهلا بيك يا شيف. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك والف مبروك. الله يبارك فيك. انا متصله بس احيي حضرتك واسلم عليك. يا اهلا. انا كنت متابعاك طبعا في برنامج شريف مدخول. تمام حضرتك سامعني ولا انا ايه؟ تمام زي الفل، اتفضلي انا سامعك. طيب طيب وطبعا يعني شيف علاء طبعا ممتاز وجميل طبعاً. بس حضرتك برضو نورت الدنيا كلها حقيقي، وعايزه ابلغك تحياتنا. ويعني انا بنوتي شافت حضرتك فبتقول لي في شيف كده صغنن وشكله ستايل ميرسي، شكرا جدا. وبيعمل حاجات بجد جميله يعني اكلات لطيفه، فقلت لها استني نشوف مين كان في الفاصل يعني. فطبعا انا عارفه حضرتك من الاول واحنا طبعا فرحانين بحضرتك جدا وبنشجعك. تسلمي يا رب. تسلمي، كفايه ذوقك والله. بالتوفيق، ربنا معاك يا رب. ربنا يخليك يا رب. ربنا معاك يا شيخ. تسلمي، اتفضل. نورتينا جدا جدا جدا. نورتينا. اتفضل. ميرسي، ده نورك. ميرسي، الف شكر. بصوا انا عملت ايه دلوقتي، انا قعدت احياء الفراخ مره تانية. الفراخ دي شوحتها مع الزيت والثوم وضفت لها حبه البركه وهي دلوقتي موجوده هنا. انا دلوقتي هعمل ايه؟ دلوقتي انا هحمر العيش بتاع الفته، والصوص بتاع الفته خلاص محتاج بس ان انا اضيف له شويه ميه. بعد ما اضيف له شويه ميه هضربه في الخلاط. فانا كده عملت ايه؟ انا كده حطيت بيوريه طماطم على البصل المتشوح، بعد كده حطيت الطماطم المكعبات نفسها، وحطيت ليمون معصفر عشان انا بحب طعم الليمون المعصفر، فعايز طعم الفته يبقى بالليمون المعصفر، عشان كده انا حطيت ليمون معصفر هنا. طيب انا هحتاج شويه ميه، نجيب شويه ميه من ورا. تمام، هنحط الميه حالا وندي الاستاذ خالد المخرج فاصل. طيب حطيت الميه خلاص، هقول حاجه بس الاول، الميه دي هخليها فوق مستوى الصوص، هقلب كده حاجه بسيطه، هقلب حاجه بسيطه وبعدين خلاص هسيب ده يغلي لغايه ما نرجع من الفاصل. هناخد فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، استنونا.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. تعالوا بقى نرجع نشوف اخبار الصوص ايه. شايفين كده الصوص بدا ان هو ينسجم مع بعض، يتداخل بحيث ان هو يتسبك بمعنى اصح. الصوص دلوقتي كده بيتسبك. انا كده فاضل لي المرحله او الخطوه اللي انا كنت بقول لحضراتكم عليها، وهي عسل النحل. عسل النحل ده هيقضي على اي مراره موجوده في الليمون المعصفر، فاحنا حاطينه هنا عشان حاجتين، علشان هو طعمه حلو وهيدي تسكيره حلوه للصوص، وفي نفس الوقت علشان لو في اي مراره في الليمون المعصفر العسل هيخلي المراره دي تروح تماما. طيب انا بقلبه كده، بقلب العسل، وبعدين هطلع الصوص ده من على النار. هاخده كده هجيبيه هنا، وبعدين هجيب بوله واسعه غويطه هحط فيها الصوص ده كده، ارجع دي على النار تاني، وبعدين هضرب الصوص ده. ليه هضربه؟ علشان كل ده بقى ده يخش في بعض، عشان كل الاطعمه دي تخش في بعض. تعالوا نطلع ده، يلا بينا بالمضرب ده. لو ما عندناش ده مش مهم، ممكن نستخدم الخلاط. أستاذة حنين أهلا وسهلا بحضرتك. إزيك يا أستاذة حنين؟ إزيك. أنا حنين عندي 13 سنة، بحبك قوي بصراحة. أنا حبيت البرنامج بتاع حضرتك قوي يا حنين. تسلمي. أنت عندي كام سنة؟ 18؟ 13. أهلا وسهلا بيك. أنت بتعرفي تطبخي يا حنين؟ يعني كده شوية يعني. طب بتعملي إيه؟ يلا قوليلي. بعمل رز وفراخ ولحمة وهتعلم من حضرتك ان شاء الله. حلو جدا. طيب تابعينا بقى وبعتلنا على صفحه البرنامج لقمه هنيه على فيسبوك. لو عايزه وصفه معينه ادخلي على لقمه هنيه على فيسبوك واكتبي انت عايزه انهي وصفه بالظبط وانا بقراهم كلهم. طيب انا كده ضربت الصوص، دي مرحله مهمه. عايز اقول لكم على حاجه ثانيه مهمه جدا. بعد ما بنضرب الحاجات في الخلاط او في او بالمضرب اللي انا ضربت بيه ده، مهم ان انا ارجع اسخنها تاني. ليه؟ عشان لو كانت الحله او كانت الاناء او البوله دي مش نظيفه، التسخين بيخلي اي بكتيريا خلاص تختفي. فانا دلوقتي برجع بسخن الصوص مره تانيه. ده الصوص اللي هيتحط على الفته. طيب خلينا نقلل درجه الحراره شويه عشان انتوا مش متخيلين بقى الريحه اللي انا شاممها دلوقتي، اللي هي ريحه الليمون المعصفر مع الطماطم. هي صلصه الطماطم بريحه ونكهه الليمون المعصفر، حلوه جدا هتعجبكم. اتمنى ان انتوا تجربوها وابعتوا لنا الصور بتاع الاكل اللي انتوا بتعملوه. لو عملتوا حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها ابعتوا لنا الصور بتاعتها. طيب انا كده فاضلي ايه دلوقتي؟ انا فاضلي العيش. الرز بتاع الفته خلاص لو بصينا عليه هنلاقي ان هو خلاص تقريبا قدامه دقيقه او دقيقتين ويبقى مستوي. هسيبه هنا، هحط العيش بتاع الفته هنا. احنا عندنا طريقتين للعيش بقى. العيش يا اما بيتحمر يا اما العيش بيتشوي في الفرن او يتحمص في الفرن بمعنى اصح. طب انا هعمل ايه؟ انا بس علشان ما يبقاش الاكل دسم قوي فانا هشويه في الفرن او هحمصه في الفرن. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب بس شويه زيت صغيرين، نحط بقى زيت نباتي، ممكن زيت زيتون، زيت ذره، زيت عباد شمس، اي نوع من انواع الزيوت النباتيه. طيب هحط الزيت على العيش زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعدين بقى هحط رشه زعتر مجفف على العيش برده. بعد كده لازم بقى ده يتبل برضه، فلازم يتحط عليه شويه ملح صغيرين وشويه فلفل اسود صغيرين برضه مش كتير. بس انا ليه برش من فوق؟ ليه برش بعيد كده؟ عشان لو انا مقرب الملح او الفلفل اللي انا هنزله هينزل في الحته اللي انا برش فيها، لو انا فوق شويه هيتوزع كويس. علشان كده انا كنت برش من فوق شويه. هحطه في الفرن. الحاجه نبويه اهلا وسهلا بحضرتك. أنا بحضرتك، أنا بتمنى لك إن شاء الله يعني كده إن شاء الله توفيق ربنا، وببعت للشيف علاء شكر على المجهود اللي عمله معانا واللي إحنا اتعلمناه منه. طبعًا. وربنا يوفقك إن شاء الله. يا رب. ميرسي قوي التليفون لحضرتك، شكرًا يا حاج نبوية. أنا دلوقتي هنضف بس مكان الصلصة اللي كانت بتطرطش عشان عملت فوضى شوية. وبعدين بعد كده هيبقى خلاص الفته تقريبا خلصت، فهعمل ايه؟ الفراخ بتاعتها جاهزه والصوص بتاعها جاهز، هطلعه برده من على النار، هسيبه هنا دافي زي ما هو. خلاص العيش في الفرن والرز على النار، كده انا جاهز ان انا اطلع الفته. هسيبها بس وهعمل الوصفه اللي بعديها اللي هي وصفه كفته البتنجان اللي انا هنفكر مره اخرى. احنا النهارده
بنعمل وصفات من بواقي الاسبوع، يعني بنشوف احنا الاسبوع اللي فات عملنا فيه ايه وايه الاكل اللي اتبقى وحطيناه في التلاجة، بنطلع الاكل من التلاجة ونعيد احيائه مره ثانيه، نستخدم نفس الاكل او بواقي الاكل اللي احنا كنا بناكله طول الاسبوع. فعلشان كده عملنا فتت الفراخ، ودلوقتي انا هعمل كفته البتنجان بشكل مختلف شويه. الكفته دي هستخدم فيها البتنجان اللي انا كنت شاريه، اللي احنا كنا شارينه علشان نعمل بيه في اول حلقه السبت اللي فات كنا عاملين مسقعه كاليماري، فانا عندي بتنجان متبقي، فالبتنجان ده انا هستخدمه في الوصفه دي عشان ما نبقاش بنهدر اي حاجه. طيب هعمل ايه؟ هجيب برضو بوله واسعه وهحط فيها البتنجان، احط ده هنا، اغسل ايدي ونلبس جلافز عشان هنعجن بقى شويه. طيب انا دلوقتي حطيت البتنجان، البتنجان ده مش ني، البتنجان ده مسلوق نص سلقه، لا مسلوق تلات ارباع سلقه، يعني هو طري شويه، لو مسكنا البتنجانيه كده هنلاقيها طريه شويه. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا بس هلبس جلافز علشان هعجن بقى شويه بايدي كده. هنا مش محتاجين بقى اي خلاط ولا محتاجين اي ميكسر او اي حاجه زي كده، احنا ممكن نستخدم ايدينا في العجن ده لان احنا مش عايزين المكونات تتعجن بشكل كامل. يعني انا هنا في الكفته دي مش عايز البتنجان يدوب، انا عايز قطع من البتنجان تبقى باينه، ده مش هيدي شكل حلو بس ده هيدي كمان طعم حلو. طيب عايز اقول لكم شويه كده ايه معلومات عن هدر الاكل او ازاي ان احنا نقلل في ان الاكل يبوظ او يترمي، سواء الاكل ده مستوي يعني احنا سوينا اكل ازاي نحافظ عليه فتره من غير ما يبوظ، او لو اكل ني، لو احنا اشترينا مثلا من السوق سمك فراخ لحمه خضار فاكهه ازاي ان احنا نحافظ عليه. حاجه مهمه قوي ان وانت بتخزني في الثلاجه بلاش مثلا لو رحت اشتريتي من عند الراجل 3 كيلو سمك مثلا، رحت اشتريتي 3 كيلو سمك بلطي علشان تعمليهم على مرتين ثلاثه، بلاش تخلي السمك ده كله في كيس واحد ويتحط في الفريزر في كيس واحد. ليه؟ لان في النهايه انت هتطلعي 3 4 سمكات بمقام كيلو مثلا، هتبقي محتاجه ان انت تفكي كل السمك ده وبعدين ترجعي تجمديه تاني، الفك والتجميد ده مش كويس، بيخلي القيم الغذائيه وبيخلي الاكل يبوظ اسرع. فاول نصيحه لحضراتكم لما تيجي تحطوا الحاجات في الثلاجه حطوها مفصوله عن بعض، لو عندك فرخه قطعيها 4 ارباع وحطي كل ربع في كيس لوحده عشان لو جالك ضيوف مثلا تبقي عارفه ان انت هتطلعي ورك، هتطلعي صدر تخليه يفك، بدل ما تطلعي فرخه كامله وبعدين تستخدمي منها ورك، الباقي ده هتعملي فيه ايه؟ هتحتاجي تجمديه مره ثانيه وبعد كده تفكيه مره ثانيه، كل ده هيخلي جوده الاكل مش حلو. طيب انا هقول لكم المقادير بتاعت الوصفه دي وبعدين اوريكم هنعجنها ازاي. مقادير صوابع البتنجان المقليه: نص كيلو بتنجان مكعبات متقشر مسلوق نص سلقه، بيضه، كوبايتين بقسماط مطحون، معلقتين بقدونس مفروم، فص ثوم مفروم، 4 اوراق ريحان، لو ما عندناش ريحان ممكن نحط نعناع، ربع كوبايه جبنه رومي مبشوره، ملح وفلفل. احنا ليه بنحط جبنه رومي؟ علشان حاجتين، عشان طعمها حلو، ثانيا علشان احنا قدر المستطاع بنحاول ما نستخدمش حاجات غاليه، بنحاول ما نستخدمش انواع من الجبن غاليه مش موجوده في السوق او موجوده بس سعرها غالي. طيب هعمل انا ايه دلوقتي؟ البتنجان استاذه مياده من القاهره، انا بعجن البتنجان يا استاذه مياده، اتفضلي. ازيك يا فندم عامل ايه؟ ازي حضرتك اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. اولا مبروك على البرنامج. الله يبارك في حضرتك. فكره البرنامج، فكره ان انت عامل يعني كل يوم تخصص معين عجبتني جدا، حلوه قوي. طب الحمد لله. لا ان شاء الله بالتوفيق يا رب. يا شريف انا عايزه بواقي الاكل بتاع العيد، يعني اتبقى مثلا لحمه مشويه ومسلوقه، حلو، اتبقى مثلا حمام، اتبقى رقاق، الحاجات دي ممكن نعمل بيها حاجه ولا خلاص كده بالسلامه؟ طب استاذه مياده، هو الاكل اللي متبقي من العيد ده مستوي ولا ني؟ لا في وفي، يعني في الحمام خلاص اللي هو اللي انا ما سويتوش ده لفيته فويل ودخلته الفريزر. اه صحيح. وسؤال كمان، هو ده ينفع استخدمه بقى تاني لما طلعوه من الفريزر هيكون اتهرق ورز ريش وكده؟ تاني لكن تاني. في انا كان قصدي على الحاجات المستويه. معظمها حاجات مستويه؟ اه. طب وانت حفظتيها ازاي؟ يعني بعد ما استوت عملتي ايه؟ ولا حاجة، بعد ما خلصنا اللي احنا استخدمناه، انا اصلا ما طبختهمش من اول العيد، يعني انا طبخت في العيد مثلا اخر بعد ما العيد خلص مثلا، عملت الاكل بتاع العيد ده. حلو. وحطيتهم في الـ في الـ في العلب البلاستيك يعني، ودخلتها الثلاجة. حلو. عادي كل حاجة لوحدها، حطيت الحمام لوحده، حطيت بواقي حتى لحمة مفرومة معصجة لوحدها، بس حاسة ان في زيطة كده في الثلاجة ومستخسرة ارمي حاجة ومش عارفة اعمل بيها ايه. لا ما ترميش حاجة. طب هسألك سؤال،
الكميات اللي موجوده كبيره ولا صغيره؟ معقوله يعني. انا اي ثينك ان انا مثلا اللحمه المفرومه المعصجه وكنت عامله لحمه مفرومه ثانيه كده هحطها على صوص مكرونه يعني مستويه بس مش ببصل. لا يعني مثلا قد مثلا زي نص كيلو. حلو جدا، نص كيلو لحمه معصجه مثلا. قولي لي عندك ايه كمان؟ انت عندك نص كيلو لحمه معصجه، عندك ايه كمان؟ عندي نص صينيه رقاق. اوكي تمام. وعندي صينيه رقاق مستويه ومحطوطه في الثلاجه. مستويه ومحطوطه في الثلاجه. انا فاصله كل يعني كل كام كيوب كده بلاير بلاستيك. ماشي كده. ايه كمان؟ وعندي حمامتين مستويين وواحده مش مستويه. لا ايه اللي مستويين؟ حمام. عند حضرتك ايه؟ حمام. حمام 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 تمام. تمام. وبواقي فراخ وبواقي لحمه كمان اللي هي بتاعت الخروف. حلو. طب انا هقول لك على حاجه. قولي. على سبيل المثال اللحمه المفرومه اللي عندك دي انت محتاجه علشان تعيدي استخدام اللحمه المفرومه المتعصجه ان انت تعملي طبخه فيها لحمه مفرومه متعصجه، وتكون الطبخه دي كميه اللحمه المفرومه اللي فيها متناسبه مع كميه اللحمه المفرومه اللي عندك في الثلاجه. يعني مثلا لو انت بتعملي كفته، كمية اللحمة المفرومة اللي عندك النص كيلو ده مش هينفع يعمل كفتة مثلا لسبع تمن افراد، لكن ينفع يعمل. لا مش هينفع، وغير كده ان هو كمان مستوي صح؟ وينفع اعمل كفتة بلحمة اصلا مستوية؟ لا مش تمام كويس. بقول لك هو انا ينفع اعمل كفتة اصلا بلحمة مستوية؟ بلحمة يعني متعصجة وجاهزة؟ لا هي لو مش متعصجة ينفع تعملي بيها كفتة، لو هي متعصجة خلاص. ما انا عارفة لو هي مش متعصجة. انت قصدك انا فهمت قصدك، انت قصدك ان هي اوريدي عندك متعصجه. طيب يبقى انت كده محتاجه تعملي كبير علشان الصواني. خلصت حلو. بقى الصواني وفضل. يبقى انت كده محتاجه تعملي طبخه، الطبخه دي هنستخدم فيها لحمه متعصجه، فانت محتاجه تعملي ايه؟ محتاجه تعملي طواجن. ليه ما تحطيش مثلا بدل ما تعملي مثلا بكره طاجن باميه باللحمه الضاني، ما تعملي طاجن باميه باللحمه المفرومه المتعصجه. فاهمه قصدي؟ يعني شوحي البصل، حطي بيوريه طماطم، قلبي كويس، بعد كده حطي اللحمه المتعصجه، مش لازم تحطي لحمه جديده. ليه ما تعمليش كده؟ ليه ما تعمليش ممكن بالظبط، ليه ما تعمليش مثلا على سبيل المثال صينيه مكرونه بشاميل وتحطي فيها لحمه متعصجه زي ما احنا متعودين دايما؟ ما هي ده هيبقى قليل يعني، الكميات اللي عندي في النص بقى يعني. انا هقول لك على حاجه، ما هيبقى قليل على صينيه مكرونه صح؟ طب انا هقول لك على حاجه كويسه. بصي المكرونه بشاميل. طب انا عندي سؤال، عندي سؤال في النص كده يا شريف. اتفضلي. هو ايه الخضار التاني اللي ممكن نحط فيه لحمه مفرومه؟ يعني مثلا انت بتقول لي طاجن باميه باللحمه المفرومه، ايه كمان طاجن ايه كمان باللحمه بطاطس المفرومة؟ مش البطاطس ممكن نعملها باللحمه؟ ماشي. انا عارفه بطاطس. يبقى ينفع نعملها باللحمه المفرومه، طالما ينفع نعملها باللحمه يبقى ممكن نعملها باللحمه المفرومه. ايه ده، هو اي خضار ينفع نعمله باللحمه؟ ينفع نعمله. اقول لك على حاجه ثانيه خالص كمان. انت ممكن تعملي ورق عنب، ورق العنب ده احشيه رز باللحمه المفرومه المتعصجه. ممكن تعملي رقاق. لا خلاص رقاق خلاص بقى، ما هو خلاص كفايه رقاق كده. انا حاسس بيكي والله، فاهم قصدك. كفايه فعلا العيد كان صعب يا جماعه، الحمد لله. طيب عندك اسئله ثانيه قولي لي. لا انا كده الافكار كويسه، وانا هفضل بقى متابعاك. ومبروك يا شيف، نورتينا. الله يبارك فيك. بالتوفيق. الله يبارك فيك. بصوا انا عملت ايه بقى، علشان انا كنت بعمل شغل عالي قوي اثناء المكالمه. انا حطيت البتنجان وبايدي هرسته بايدي من غير ما استخدم اي هراسه او اي حاجه، وبعدين حطيت عليه البقسماط، حطيت عليه بيضه، حطيت عليه الجبنه الرومي، حطيت البقدونس، وحطيت الريحان. جبت ورق ريحان وقطعته بايدي كده، وكمان حطيت فص ثوم مفروم. انا بقى عايز اقول لكم حاجه مهمه قوي، حاجه حلوه جدا في الوصفه دي، مختلفه شويه. شايفين ان في قطع من البتنجان نفسه موجوده باينه، وقطع تانية من الجبنه المخلوطه بالبقدونس ومخلوطه بالبقسماط. الشكل ده بعد ما يتحمر هيبقى حلو جدا. خلينا بس دلوقتي نكمل، نعمل واحدتين ثلاثه كده كمان. هقول لكم مره كمان، ده بتنجان مسلوق نص سلقه. بعد ما اتسلق نص سلقه هرسته مع البيض، حطيت عليه بيضه، وفي نفس الوقت حطيت بقسماط مطحون، حطيت كمان بقدونس، حطيت ريحان، حطيت ثوم، حطيت ملح وفلفل كده. ممكن نعمل واحده كمان خلاص، هيبقى كفايه جدا وهيبقى حلو جدا. الشكل بتاعه بقى انتوا تقدروا تغيروه، يعني مش لازم تعملوه صوابع زي ما انا عملته كده، ممكن تعملوه على شكل كور، ممكن تعملوه مثلثات، ممكن تعملوه ده صينيه وتحطوها في الفرن. انا النهارده هحمره، بس انتوا ممكن تعملوها صينيه وتحطوها في الفرن. خلاص انا كده ده بالنسبه لي انتهى الدور بتاعه. انا هعمل ايه دلوقتي؟ خلاص
هقلع الجلافز، نغسل ايدينا بس ونرجع نكمل التحميل. انا دلوقتي محتاج ان انا اطمن ان في زيت على النار بيسخن علشان نحمر فيه الكفته دي. الفته انا اطمنت عليها يا خالد، انا الايل بيس واقعه مثلا بقالها 5 دقايق كده، فانت اكيد كنت بتقول كلام كتير جدا. لا استنى 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 كده سامعك حلو جدا. يلا بينا. بصوا بقى، انا كده جهزت الكفته ان انا احمرها، محتاج بس اطمن ان الزيت سخن. الزيت مش سخن فهحطه على النار يسخن، هحطه على النار يسخن علشان هحمر الكفته دي. طيب انا عندي ايه كمان النهارده؟ في وصفه انا بحبها جدا. الوصفه دي هي عباره عن عيش بيتعجن ويتساب يخمر، بعد كده بيتسلق. بيتسلق في ميه، بتغلي، وبعد كده يطلع يستوي في الفرن. طب ليه بنسلقه او السلق ده بيعمل ايه؟ السلق ده بيخلي الطبقه اللي بره من العيش مقرمشه جدا جدا، والطبقه اللي جوه طريه زي ما هي. فالعيش ده حلو قوي لو هناكله مع مثلا جبنه اسطنبولي قديمه كده، اللي هي بتبقى عند الراجل مش المتعلبه، يبقى فيها قرن فلفل عليها كده من فوق، هيبقى خطير جدا. بسيط وسهل، مش صعب خالص. عايز اقول لكم اقدي العيش ونبتدي نعجن فيه على ما الزيت يسخن علشان نحمر الكفته. يلا هقول لكم المقادير. بصوا بقى، العيش ده اسمه عيش البيجل، عيش البيجل او العيش المسلوق، خلينا نسميه العيش المسلوق على طول. العيش ده مقاديره 3.5 كوبايه دقيق، معلقه سكر، 2 باكو خميره جافه، معلقه ملح، كوبايه وربع ميه، معلقتين زيت، زبده عشان نعمل بيها الصينيه، وهوري حضراتكم نعمل كده ازاي. علشان بقى السطح بتاع العيش، علشان نزين العيش من فوق، هنحط سمسم، حبه بركه، لو عندنا بقى توم باودر، بصل مجفف، فلفل اسود، كل ده هيبقى حلو جدا. هنسلق العيش ده في ايه؟ هنسلقه في ميه. الميه دي فيها 3 حاجات مهمين جدا، فيها ملح وسكر وبيكنج سودا. فيها ملح وسكر وبيكنج سودا، بيكنج سودا دي اللي هي الكربونات. التلاتة دول مع بعض، وهنشوف هيعملوا ايه بالظبط وهنعمل كده ليه. أول حاجة هعملها في الوصفة دي إن أنا هسخن المية، أنا عايز المية تبقى بتغلي عشان العيش ده هيتسلق في المية، العيش ده هينزل في المية، فأنا لازم تكون المية بتغلي. طيب أستاذة جوهرية من القاهرة، أهلا وسهلا بحضرتك، إزيك؟ إزيك يا شيف؟ اتفضلي يا أستاذة جوهرية، أهلا بيكي. إزيك يا شيف؟ يا أهلا يا أهلا. أنت عندك كام سنة؟ أنا 12 سنة. لا ما سمعتش. عندي 12 سنة. 12 سنة، يا أهلا بيكي، أخبارك إيه؟ سنة كام؟ الحمد لله كويس. مبروك على البرنامج الجديد، أنا متابعاك من بدري. أنت في سنة كام يا جوهرية؟ أنا داخلة سنة 6. كام؟ سنة 6. سنة 6، يا أهلا بيكي. طب أنت شاطرة في المدرسة ولا لأ؟ لا شاطرة. شاطرة، متأكد إن أنت شاطرة. وبتحبي الطبخ؟ بتساعدي ماما في المطبخ؟ آه. الله عليكي، قمر. بقول لك، كنت عايزة أسأل عن سؤال يا شيخ. عايز تسألي سؤال، اتفضلي. هو أنت ليه حضرتك نازل بنفس لقمة هنية؟ تاني كده ما سمعتش السؤال. عايز تشاركي في برنامج لقمة هنية. يعني. حاضر، بصي، واحنا دلوقتي لسه ما عندناش مسابقات. شكل البرنامج دلوقتي في أنشطة تانية غير المسابقات. بس أنا أوعدك يا جوهرية إن إحنا هناخد رقمك في الكنترول دلوقتي عشان أنا حبيتك قوي. هناخد رقمك في الكنترول دلوقتي، وأول ما يكون في مسابقة أوعدك إن أنت تبقي أول متسابق في البرنامج عندنا إن شاء الله. ميرسي يا جوهرية، تسلمي. بصوا بقى، أنا عملت إيه؟ أنا جبت العجان، هبتدي أحط فيه مقادير العيش، مقادير العيش المسلوق. يلا نشوف هنعمل إيه. بصوا بقى، هحط أول حاجة الدقيق، ولما بحط دقيق ما بحطش الدقيق كله، دي حاجة مهمة جدا، دايما لما نيجي نعجن نحط الدقيق ما نحطش الدقيق كله. ليه؟ علشان نشوف يمكن العجين يحتاج دقيق أكتر، فيبقى جنبينا دقيق نقدر نزود منه. هجيب بس سباتولا نظيفة، هحط السباتولا هنا، أنا محتاج أبص على العيش عشان أطمن إن هو ما اتحرقش. تمام، هطلع العيش دلوقتي، اتحمص، تحميصه زيادة سنة بس هيبقى مقرمش. نخلي العيش هنا، يلا بينا. أنا كده حطيت الدقيق وحطيت الزبدة، حطيت دقيق وحطيت زبدة، هحط بقية المكونات. طيب هنا في خميرة جافة هحطها كلها على طول مفيش مشكلة، في سكر هحطه كله، يبقى حطينا دقيق
زبده، خميره مجففه، سكر، خميره جافه، سكر. حاجات التزيين دي هخليها بره، سواء كان توم باودر او بصل باودر، سمسم، حبه بركه، كل ده هخليه بره. انا هخلي عندي كمان للميه سكر، هحط السكر في الميه، هحط بيكنج صودا في الميه، بس البيكنج صودا هحطها قبل ما احط العيش على طول، فخليها جنبي، بس محتاج احط شويه ملح في الميه. احط الملح في الميه. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ خلاص انا كده محتاج ان انا احط السائل، فهحط السائل دلوقتي حالا اللي هو الميه. هقفل العجان وابتدي ان انا الف، وانا بلف هحط ميه شويه شويه، وجنبي دقيق عشان لو حبيت ازود دقيق ازود دقيق. هلف واحط ميه وازود السرعه شويه كمان، احط ميه تاني وازود السرعه، والف. دلوقتي هحط ميه تاني خفيف كده، حلو قوي. مش هزود، هستنى لما العجين يعجن شويه. بعد ما العجين يتعجن كويس هعرف هل هو محتاج شويه ميه كمان ولا لا. يعني بصوا، هو دلوقتي بدا يمتزج، بدا يخش في بعض. انا ممكن اوريكم احسن عشان تبقوا شايفين كويس ايه اللي بيحصل. شايفين كده العجين؟ العجين ده طري شويه، محتاج ايه؟ محتاج دقيق، لان انا زودت شويه ميه زياده، فهحط شويه دقيق. عشان كده دايما يبقى جنبينا شويه دقيق زياده وشويه ميه واحنا بنعجن اي حاجه. وهلف كويس. الزيت دلوقتي سخن، درجة حرارته كويسة بالنسبة لي، فأنا هعمل إيه؟ دلوقتي هحط صوابع الكفتة اللي أنا كنت بعملها. طيب قبل ما أعمل ده، أنا دلوقتي خلاص عجنت العجين، العجين هيفضل يتعجن بالشكل ده لمدة 10 دقايق، الوقت مهم جدا، 10 دقايق علشان العجين يبقى فيه عرق، لأن أنت لكل ما بتزود، كل ما بتزودي فترة العجن، كل ما العرق بتاع العجين بيزيد، واحنا في الوصفه دي محتاجين العرق، فخلينا نخبزه لمده 10 دقايق. انا هطلع فاصل وهرجع اوريكم العجين اللي انا كنت عاجنه من قبل كده، استنونا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. كنا بنعجن العجين قبل ما نطلع الفاصل. العجين بعد ما يتعجن بيتحط في بوله، وبعد كده يتغطى بفوطه او يتغطى بستريتش لو عندنا ستريتش. بعد كده الحجم بتاعه بيتضاعف، يعني كميه العجين بدل ما هي مثلا كانت قد كوبايه عجين بتبقى قد كوبايتين عجين. الحجم بتاعه بيتضاعف. تمام، هنشيل الستريتش باللي لازق في الستريتش كده عادي، مش مهم، بس نحاول ان احنا ما نسيبش كتير لازق. وبعدين بنشكل العجين ده على شكل كور. بعد ما نشكلها على شكل كور، يعني انا العجين ده المفروض ان انا هنزله هنا دلوقتي وهشكله على شكل كور. الكور دي هسيبها تخمر برضو. طيب الكور دي بعد ما تخمر هيبقى شكلها كده. العجين ده انا قطعته على شكل كور، الكور دي حطيتها في الصاج او حطيتها في الطاسه دي. طيب فين بقى قصه المسلوق وفين قصه السلق دي؟ هقول لحضراتكم حالا. كل كوره من الكور دي هروح واخدها زي ما هي كده واروح حاططها هنا. ممكن بقى نعمل فكره احلى من كده، نحط شويه دقيق هنا كده عشان واحنا بنحطها ما تلزقش. وروح واخد كوره كمان من دول بنفس الشكل بتاعها كده، حاول قدر المستطاع ما ناثرش على الشكل بتاعها، واحطها هنا. فلما احطها كده على الدقيق هاجي احركها هلاقيها تتحرك بسهوله جدا. تمام، هفردها كده، دي مش تحتيها دقيق، فهحركها الاول كده وبعدين خلاص بقت بتتحرك برده. هجيب واحده كمان عشان برده ايه نتفرج براحتنا. ناخد الاخيره دي نحطها هنا، خلاص ده مش محتاجينه دلوقتي. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ العيش ده بيبقى فيه، بيبقى عامل زي الصميد كده بس بيبقى تخين شويه، فبيبقى فيه حلقه من النص مفرغه. فهجيب اي شكل دائري، سواء كانت مثلا حاجه عندنا زي كده، او انا ممكن يكون عندي مبشره صغيره او اي حاجه مدوره، هقدر ان انا بس اقطع بيها واروح حاطط عليها دقيق واعملها كده، واروح جاي هنا في النص واروح قاطع. لما اقطع هطلع الكره اللي في النص دي، وهيبقى عندي الشكل ده. الشكل ده عبارة عن شكل شبه شكل الصميد كده. هجيب تاني هنا كده هحط، وبعدين اروح جاي في النص هنا واروح حاطط واروح لافف اللفة دي، وبعد كده اطلع خلاص الكورة دي. الكور دي بقى هنعجنها ونعمل بيها واحدة تانية مش هنرمي حاجة خالص. وبعدين اروح جاي هنا قاطع القطعة دي. طيب انا كده عملت ايه؟ عملت تلات دواير.
العيش ده خمران وزي الفل. هحط دلوقتي البيكنج سودا، هتلاقوها بتفور شوية. شايفين الفوران؟ الفوران ده أنا محتاجه. حط البيكنج سودا، بيكنج سودا كلها. بعد ما حطيت البيكنج سودا هجيب العيش العجينة وأحطها في المية المغلية. هتطفو. أعرف منين إن العجينة مظبوطة؟ لو لقيت إن العجينة دي بتنزل تحت في المية ده معناه إن هي مش خمرانة كويس. لو لقيت إن هي مش بتنزل تحت وبتقب كده على وش المية ده معناه إن هي خمرانة كويس، في مسام كويسة جوه كل رغيف من أرغفة العيش المسلوق أو العيش البيجل ده. طيب هعمل إيه بقى دلوقتي؟ أنا هلم ده خلاص. حط العجين هنا تحت، شيل ده ونلم الدقيق المتبقي. العيش ده ما بيقعدش كتير على النار، يعني أنا دلوقتي خلاص خد من على الوش الأولاني كده لسعة، هقلبه بسرعة. هاجي دي هروح أقلبها كده بسرعة، نقلبها تاني، نقلبها ودي كمان هقلبها. طيب فضل دقيقتين بالظبط، هجيب صاج. الصاج ده هطلع فيه العيش، بس قبل ما اطلعه عايز اقلبه مره كمان عشان انا عايز الوش ده هو اللي يبقى باين، هو اللي يبقى ظاهر. فهجيب الصاج كده واحط فيه العيش اللي انا اديته نص سلقه زي ما حضراتكم شفتوا. طلع كده اهوت، احط هنا الرغيف ده كمان وهنا الرغيف ده كمان. الصنع بتاع العيش ده ممتع جدا. انا بحب عامه الخبز جدا، ولما باجي اخبز كده بحس بالخير، يعني دايما الخبيز بيحسسني كده بالخير، ولما اخش البيت كده اشم ريحه خبيز تحسوا كده ان ايه، ان في خير في الموضوع. وبيفكرني بقى جدا، مش عارف انا مش عارف بيفكركم بايه، بس انا بيفكرني جدا بايام المدرسه. يعني دايما ايام المدرسه كنا يا اما بنخبز يا اما بنجيب عيش من بالليل، فبتبقى دايما تخش البيت كده تشم ريحه عيش. طيب خلاص انا كده خلصت، المايه دي مش محتاجه في حاجه، هرجعها ورا. والزيت سخن فهحمر حالا البتنجان، وكفته البتنجان دي بقى في التحمير بتاخد بالظبط 3 دقائق، فهي وصفه سهله جدا جدا. ناخد دلوقتي البتنجان ده ونحطه في الزيت. الزيت عايز يسخن شويه كمان، هنجيب بس منديل، هو بيزقزق بس زقزقه خفيفه فكده ممكن يشرب زيت، فاحنا هنزود درجه الحراره. تمام. امسح ده كويس عشان يشتغل. تمام. علي درجة الحرارة شوية. وبعدين بدأ الزقزقة تبان اهي، هحط بقية الباذنجان. الزيت محتاجين يبقى أسخن من كده شوية علشان الكفتة ما تشربش زيت. نحط هنا في النار على ما ده يتحمر، هنشوف هنعمل ايه في الفتة ونشوف العيش. طيب عايز ارجع لكم للعيش مرة تانية. انا كده خلاص حطيت الكفتة في النار، بدأت اهي تبقلل، الزيت بدأ يغلي او يسخن بمعنى اصح. هجيب بقى العيش ده وهجيب التوم الباودر والبصل الباودر والحبة البركة والسمسم. متخيلين طعم التوم الباودر والبصل الباودر في عيش؟ طعمه هيبقى حلو جدا. هحط ايه؟ هحط الاول البصل الباودر، رشة خفيفة جدا، رشة خفيفة جدا، رشة خفيفة جدا. حلو. البصل الباودر رشة خفيفة، رشة خفيفة، رشة خفيفة. مش محتاج ادهن اي حاجة لان ده كده كده عيش مبلول، العيش ده مبلول فهيلزق عليه اي حاجة انا هحطها. هحط بقى شوية سمسم صغيرين كده، مش هكتر عشان يبقى فيه برضه لون يبان وجزء يفضل لحبة البركة بس. احط بقى حبة البركة. حطيت ايه تاني؟ توم باودر، بصل باودر، حبة بركة، سمسم تاني. وهحط بقى ده في الفرن لمدة ربع ساعة بس على درجة حرارة عالية قوي 200. حط ده في الفرن. في النهاية هيطلع العيش، احنا كنا خافين شوية عيش قبل ما نيجي لحضراتكم، قبل ما نطلع على الهواء هيطلع العيش في النهاية بالشكل ده. بصوا بقى عايز اوريكم حاجة مهمة قوي. العيش ده وانا بقطعه كان بيتقطع بشكل منتظم، فطلع بصوا طلعت عاملة ازاي؟ طلعت كلها شكل واحد وفيها ثقبة في النص، فيها خرم في النص. هنا العيش ده وانا بقطعه كان في حتة مشققة منه. ليه كان في حتة مشققة؟ علشان ده انا كنت مغطيه وانا بخمره، ده ما كانش متغطي وهو بيتخمر عشان كده شقق. فاحنا احسن ان احنا نغطي العيش واحنا بنخمره. تمام.
ده العيش. تمام خلاص كده هلم الحاجات دي. هقول لكم مره كمان ان العيش بيقعد في الفرن على درجه حراره عاليه جدا، درجه حراره 200 لمده 10 دقائق، 200 لمده 10 دقائق، مش محتاجين اكتر من كده، هيستوي يبقى زي الفل. طيب انا دلوقتي ممكن اغرف الفته، خلاص انا طلعت العيش هغرف الفته وبعدين ارجع اطلع الكفته من على النار، بس انا هبص الاول بس على الكفته هتاكد كده واطمن ان هي شغاله كويس. ابص عليها حالا. تمام شغاله كويس جدا. حلو هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هغرف الفته. الرز استوى وزي الفل، خلونا نغرف هنا وبعد كده نروح نحطه هناك. تجيب بس كده ايه نروق الجزء ده. وانا بغرف بقى لازم احط كل الحاجات اللي انا هغرفها حواليا علشان ما اقعدش رايح جاي. حاضر يا شفيق تقمر. حط دلوقتي الصوص. البروديوسر بس بتاع البرنامج بيهزر شويه. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هحط الرز جنبي والصلصه جنبي، هجيب العيش من هناك احط العيش جنبي، والفراخ اللي انا شوحتها مع التوم وحبه البركه برده موجوده هنا، هحط ده هنا برده. هجيب الطبق اللي انا هغرف فيه، هنزل بالطبق، هجيب بقى معلقه هنا تدي الطف وازرف، دي ان انا احط الرز. كميه الغرف متناسبه مع كميه الافراد اللي هياكلوا، فانا ممكن مثلا اعمل الطبق الكبير ده، انا بالنسبه لي الطبق الكبير ده مثلا يكفي 3 اشخاص. في طبعا ناس ما شاء الله ممكن تاكل الطبق ده لوحدها، او ممكن يبقى الطبق ده بس ايه يعني كده بسم الله الرحمن الرحيم كده ايه هنفتح نفسنا. فطبعا على حسب الشهيه بتاعت الشخص وعلى حسب عدد الافراد اللي هياكلوا بنختار الطبق ونشوف هنعمل طبق شكله عامل ازاي وقد ايه. بس كفايه كده كميه الرز دي بالنسبه لي حلوه جدا. هجيب العيش بس حاجه احط بيها، هحط العيش كده من الجناب، هنحط العيش فوق وهو بيقع على الجناب لوحده. شويه كمان بس كفايه كده قوي عيش. خلاص نحط ده هنا. كفته ريحتها استوت، الريحه بتبين الاكل استوى ولا لسه. هحط هنا كده خلاص حطيت العيش، هنزل العيش ده شويه بس هنا كده، وبعدين هحط كميه من الصلصه. شايفين الصلصه تقيله وحلوه ازاي؟ دي صلصه صلصه طماطم معموله بالليمون المعصفر. بص في واحده ليمونه معصفره هنا هربت ما اتضربتش، انا هسيبها زي ما هي طعمها هيبقى حلو جدا. طيب هجيب الفراخ، احط بقى كميه من الفراخ كده، مش عايزين بس نضيع اللون الاحمر ده، فاحط الفراخ كده ايه حواليها. وبعدين في الاخر هزود شويه صلصه تاني، انا بحب الصلصه فهزود شويه صلصه تاني. انتوا برضو تقدروا ان انتوا لو بتحبوا الصلصه تزودوا او تقللوا على حسب ما انتوا عايزين. هي بس نقرب من ده كده اهوت كده اهوت. خلاص هحط شويه صلصه كمان صغيرين فوق كده. خلاص كده كده خلاص خلصنا غرف الطبق ده. هو طبق شكله يشهي، طبق شكله كبير، طبق شكله حلو ومعمول من بواقي الفراخ. متخيلين يعني دي بواقي فراخ كانت موجوده في التلاجة. الكفته استوت، فانا هطلع الكفته حالا دلوقتي. نجيب طبق بس نطلع فيه. نحطها على طبق. هنطلع في الطبق ده، حطيت بس منديل علشان لو في اي زيت في الكفته يطلع. بعد كده هتطلعها بصوا ماسكه نفسها، وده مهم جدا ان هي تبقى ماسكه نفسها. شايفين بقى قطع، شايفين قطع البتنجان باينه ازاي؟ يعني في قطع متحمره في قطع باينه ان في بتنجان، وده حلو قوي. طلع الكفته وبعدين هجيب الطبق اللي انا هقدم فيه احطه هنا. هجيب له بس شويه كده ايه بقدونس صغيرين، ناخد دي من تحت ودي تانية يا رب. ماشي هاخد شويه بقدونس صغيرين كده. البقدونس حلو مع الحاجات المحمره. طب ليه؟ علشان البقدونس
بيقلل الأثر بتاع الدهون. يعني لو في حاجة فيها دهون البقدونس بيقلل الأثر ده، بيخلي الأثر أخف وأبسط. فعشان كده هتلاقوا معظم الناس بتقدم الحاجات المقلية والحاجات المشوية اللي فيها دهون مع البقدونس. طيب خلاص أنا ده خلصته كده. أنا دلوقتي اللي أنا هعمله بس أنا هحط الكفتة وهبقى خلصت تماما. حط الكفتة هنا. طيب يلا بينا. حاضر يا شفيق. الكفتة حلوة جدا يا شفيق وهتاخد منها أول ما نخلص حالا دلوقتي. طيب يلا بينا. بص الكفتة دي فيها جبنة رومي، الكفتة دي فيها بيض، فيها بقسماط، فيها بتنجان، فيها كمان توم. حلوة جدا، مش مكلفة، معمولة ببواقي الأكل. النهاردة الحلقة كانت بتتكلم عن بواقي الأكل، احنا بنستخدم بواقي الأكل ان احنا نعمل بيها سفرة كاملة. عملت لحضراتكم النهاردة فتة ببواقي الفراخ وبالصلصة اللي معمولة من الليمون المعصفر. عملت لحضراتكم عيش مسلوق أو عيش البيجل زي ما حضراتكم شايفينه دلوقتي كده. عملت كمان لحضراتكم كفتة، الكفتة دي معمولة من بواقي البتنجان اللي احنا كنا عملنا بيه قبل كده مسقعة، وعملناها مع البقسماط ومع البقدونس والريحان اللي هيدي طعم حلو جدا. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. هستنى تعليقاتكم، هستنى اسئلتكم على صفحه البرنامج لقمه هنيه على فيسبوك. اشوفكم بكره.